إذن أرحب بالجميع مرة أخرى أيها الأخوة، حياكم الله وبياكم. كلنا فداء الأقصى، هذا هو الشعار المنشود، وهذا هو العهد الموثوق، وهذا هو الأمل الباقي، وهذا هو الذي نسعى لأجله بكل ما آتينا من قوة وعلم وحكمة وموهبة ومهارة. نستكمل برنامجنا وملتقانا لهذا اليوم مع محاضرة بعنوان القدس في العقيدة الإسلامية، يلقيها على مسامعنا الشيخ محمد الباز، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم. لا سيبوكم من الشغل ده. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أبدأ في البداية أدعوكم لتشاركوني سعادتي وفرحي الشديد. مثل هذه المجالس هي التي تربينا فيها، ويعني كونت في أذهاننا اللبنات الأولى التي ربما نعيش بها إلى اليوم. اكتسبنا من مثل هذه الحلقات أو المجالس روحا، هذه الروح أفرح عندما أجدها تتجدد بلقائي بحضراتكم. كم جلست كما يجلس الإخوة، كم قدمت كما يقدم الأخ المقدم البارع، فوجودي اليوم يسعدني، وأنا أسعد إذا شاركتموني سعادتي. فأهلا وسهلا بحضراتكم، هذا هو ما أردت أن أقدم به. الأمر الآخر ليس في صلب الموضوع، ولكن تولد في ذهني من كلام شيخنا الفاضل حفظه الله، من هم اليهود ولماذا اليهود يسمون بني إسرائيل؟ من هم اليهود ولماذا يسمون بني إسرائيل؟ ها حد يفيدنا من الشباب؟ أيوة أخونا اللبس الرصاصي ده، تفضل. مين بقى سيدنا إسرائيل؟ عليه السلام. صحيح، جزاك الله خير. بمعنى أن اليهود لكي يكونوا يهودا لابد أن يثبتوا انتسابهم لسيدنا يعقوب، بمعنى كأننا نقول اليهود ديانة عائلية. أنت مثلا فلان ده بوذي، قرأ القرآن، آمن، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دخل الإسلام، صلى إلى قبلتنا، نأكل ذبيحته ونزوجه من بناتنا ويصلي بنا إماما، وبالأمس كان بوذيا. بنو إسرائيل أو اليهود إذا ذهبت قلت لهم أنا قرأت اليهودية واطلعت على تراثها وأريد أن أكون يهوديا، يقولون لا، لابد أن تكون من القبائل الإثنى عشرة الذين ينتسبون إلى يعقوب عليه السلام. فإذا لم تكن من أبناء اليهود فلن تكون يهوديا. هذه معنى قوله تعالى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهذه الديانة مقصورة على هذه العائلة. ما حدث مؤخرا من أنهم يعني يقبلون التهود، فهذا نوع من المكياج السياسي. تعرفون أبو إيفانكا؟ تعرف أبو إيفانكا ولا لا؟ طبعا ترامب. إيفانكا تزوجت يهوديا فتهودت، هذا يعني بنت رئيس أمريكا جاية تبقى يهودية، مش هيقولوها لا خلوها تتهود يعني. لكن اليهودية ليست ديانة تبشيرية، بمعنى لا تستطيع أن تصبح يهوديا، فهذه ديانة عائلية قومية تقتصر على أبناء العائلات الاثنى عشر. هذه نقطة تكمل كلام الشيخ، لماذا يتمسكون بعرقيتهم اليهودية. نبدأ اليوم إن شاء الله بسؤال أيضا آخر. نحن نتكلم عن طوفان القدس، نتكلم عن بيت المقدس، وجنب كلمة القدس والمقدس تأتي كلمة القدوس، اسم الله عز وجل. الله عز وجل اسمه القدوس، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه في صلاته فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ما معنى كلمة قدس، مقدس، المقدس؟ ما هذه المعنى؟ لابد أن نتعلم هذه المعاني. نحن نحب المسجد الأقصى، لكن العاطفة والحب لا تكفي، لابد أن يكون ذلك
مجتمعا معه العلم والتأصيل لهذه المحبة، وإلا ما بني على العاطفة تأتي عاطفة أخرى فتزيله. رأينا فيديو مؤثر جدا، ويعني الإنسان لا يكاد يملك دموعه حين يرى هذه الأشلاء. طيب ممكن نحضر لك فيديو آخر من تل أبيب تشاهد فيها قتل اليهود تبكي عليهم أيضا. فالأمر لا ينبغي أن يحكم فقط بالعاطفة، ولكن لابد من التأصيل والفهم العقائدي. فما معنى كلمة القدس المقدس؟ ما معنى قدوس؟ إذا فهمنا معنى هذه الكلمة فنحن قطعنا نصف الطريق في الطوفان. ما معنى كلمة قدس؟ قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، السلام المؤمن الطهر. أحسنت، الأخ جاب من الآخر. التقديس هو التطهير، التقديس هو التطهير، والشيء المطهر يكون عظيما. فهو عندما يكون الإنسان مطهرا أو المكان مطهرا يعظم لطهره. الله عز وجل اسمه القدوس. ما معنى القدوس في حق الله سبحانه وتعالى؟ المطهر. نعم، هو المطهر من كل نقص. الله عز وجل منزه عن كل نقص. معنى كلمة التنزيه هي معنى كلمة سبوح، يعني المنزه عن كل نقص، لا يشبه المخلوقين، ليس له صاحبة ولا ولد ولا كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. نسبة شريكة أو ولد أو صاحبة لله عز وجل ينسبون له النقص، هذا النقص ينفي عنه صفة القدسية. زي اليهود لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السادس، اليوم السابع، يوم السبت. فقال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب، لأن نسبة التعب إلى الله تنفي تقديس الله عز وجل. نرجع تاني للقدس. القدس بقى مطهرة من إيه؟ الله عز وجل مطهر من الشبيه والمثيل والتعب واللغوب والفقر، الله عز وجل منزه عن كل ذلك. طيب القدس وبيت المقدس مطهر عن إيه؟ مطهر، أيوة تفضل تفضل. الآن نحن لو قلنا القدس هي أصلا لأنها مصر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هي ديانته، هي ختامة الديانات وهي الإسلام. أن الإسلام سيكون في هذا القدس وما دونها من ديانات فيها شرك لله عز وجل أن يكون موجودا. أحسنت، ما شاء الله، ربنا يتقبل منك يا إخواني. مفهوم التطهير لابد أن نرجع للتطهير من ماذا؟ أكبر نجس يحتاج الإنسان أن يتطهر منه الشرك. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس. ليس معنى أن المشركون نجس لو المشرك كان في طبق نروح نغسل الطبق بالرمل، لا، النجاسة نجاسة قلبه. لما امتلأ قلبه بإرادة غير الله عز وجل والتوجه لغير الله عز وجل صار قلبا مظلما، ما فيه نور التوحيد وما فيه نور العبادة. فالمسلم حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله يطهر قلبه من عبودية غيره ومن إرادة غيره ومن التوجه إلى غيره. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. فالله أغنى وأجل من أن يكون له صاحبة أو ولد أو شريك أو شيء من هذا القبيل. الذين يدعون لله عز وجل صاحبة أو ولدا أو شريكا أو معينا أو هم يتنجسون في قلوبهم بإرادة غير الله. فهذا النجس يطهر في هذه الأرض، أو هذه أرض مطهرة من عبودية غير الله، هذه الأرض فقط للمسلمين.
الأرض المقدسة أي الأرض المطهرة من غير الإسلام، والله عز وجل كتب هذه الأرض للمسلمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فأرض بيت المقدس مكتوبة للمسلمين، المسلمين لا تعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقط. متى بدأ الإسلام؟ سؤال، متى بدأ الإسلام؟ من عهد آدم. سيدنا آدم نفسه أول مسلم نزل إلى الأرض، وكل الأنبياء من بعده كانوا مسلمين. وإبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا، نحن مسلمون كأبينا إبراهيم. كل هذه الديانة، إن الدين عند الله الإسلام، هؤلاء فقط هم أهل وراثة هذه الأرض. يعني سيدنا موسى عليه السلام لو اجتمعنا عند باب القدس نحن اليوم وبنو إسرائيل اليوم، سيدنا موسى لمن سيتوجه ويقول ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم؟ هل سيتوجه إلى نتنياهو والفريق ده، أما يتوجه إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الأرض كتبها الله للمسلمين، وحين بنى سليمان عليه السلام فيها بيت المقدس بناه لعبودية الله وحده، أي بناها للمسلمين. أيا كان مسلم جاي منين، مسلم جاي من المكسيك، جاي من الفلبين، جاي من النرويج، هو مسلم، فبمجرد انتمائه للإسلام صار له مال كل المسلمين. فأبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. دخلت أو مدخل الكلام عن الأخوة الإسلامية اللي دخلوا شيخنا من قبل مهم جدا، إن احنا نتصور أن القدس وأرض فلسطين مهمة كل مسلم وليست مهمة أهل فلسطين، هي مهمتهم لأن هم الأقرب، لكن كل مسلم هذه أرضه وليس الفلسطينية. لو تعاملنا مع المسألة على أنها أرض من حيث هي أرض، ادوهم أرض ثانية وخلاص، أو لنعش جميعا على هذه الأرض، لنقم حكومة ديمقراطية، ولتكن اليهود يدخلون بالاقتراع المباشر، ويكون رئيس الدولة مرة مسلم ومرة يهودي ومرة درزي. واضحت يا شباب؟ القضية ليست قضية أرض، هذه الأرض مكتوبة فقط للمسلمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، الأرض التي طهرها الله من الشرك، التي كتب الله لكم. فلما رفضوا، يعني اللي بيقولك الأرض دي كانت بتاعتنا، لما هم رفضوا قالوا إن فيها قوما جبارين ورفضوا القتال فيها، طردوا عنها لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله، عهد الإسلام. القضية يا إخواني ليست قضية أرض بمعنى شوية تراب، القضية قضية صراع بين الإسلام والكفر. كل من سيكون في صف الإسلام سيكون مكتوب له هذه الأرض، كل من لن يكون في صف الإسلام فلا حق له في هذه الأرض. اليهود بالعكس يرون هذه الأرض حق لكل يهودي ولو لم يعرف مكانها على الخريطة، يعني يرون فلسطين دولة إسرائيل دولة يهودية مقامة على أساس ديني. لو وجد يهودي في جنوب أفريقيا جابوا اليهود من الفلاشة وجابوا اليهود من الهند، يعني يهود جايين من الهند، إيه مالهم مال الأرض؟ إن هم من أصول يهودية، فالأرض دي من كان يهوديا فهو أحق بها، وهذا قلب للحقائق. ولا يصح أن يقوموا هم بالدفاع عن هذه الأرض من منطق عقائدي أن الله أورثهم هذه الأرض، ونحن نتعامل معها على أنها مجرد أرض وعلم وحدود وسلك شائك وهكذا. هذا هو مدخل فهم قضية القدس وفلسطين من حيث العقيدة. فالقدس والتقديس وبيت المقدس، كلمة مقدس اسم مكان بالنسبة لصيغ اللغة العربية، أي المكان الذي يتم فيه التطهير. فهذا الاسم مرتبط بالتوحيد، وهذه النقطة محور صراع البشرية بين الإيمان والكفر. فقط النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بدأ دعوته من مكة لحكمة ربانية،
ولكن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يعرج به إلى السماء ما عرج به مباشرة من المسجد الحرام، وما جاء بالأنبياء ليصلوا في المسجد الحرام، وإن كان الأنبياء كما يخبره النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون إلى الكعبة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أصحابه أنه رأى موسى يحج، ورأى عيسى عليه السلام يحج، ورأى أنبياء الله يطوفون بالبيت، هذا إخبار صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء من بعد إبراهيم جميعهم إلا عيسى عليه السلام حجوا إلى بيت الله الحرام، ورغم ذلك ما جاء الله بالأنبياء ليصلوا خلف رسول الله في مكة، ولكن حمل الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الملحمة، الأرض التي ستكون فيها المعركة الحقيقية من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بعد النبي بدأ الفتح وبدأ الصراع الذي محوره أرض الشام، التي يقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أرض الشام يعني كجغرافيا تبدأ من سيناء، يعني سيناء تعتبر من الشام، إلى ما هو غرب نهر الفرات، فأرض الشام تبدأ من سيناء إلى غرب نهر الفرات، يعني عنتاب التركية تدخل في الشام. وبإذن الله كل ذلك ينطبق عليه قول الله عز وجل الذي باركنا حوله. السؤال بقى، من الذي بنى بيت المقدس؟ ومتى بني بيت المقدس؟ متى بني هذا المسجد؟ ها؟ أيوة عكاز، نعم أحسنت، جزاكم الله خيرا. ده يكشف إن إحنا محتاجين كورس قوي عن المسجد الأقصى، ويعني حقيقة المعلومات أو المعلومات الصحيحة حول المسجد الأقصى. الكعبة أول من بناها كانت الملائكة، الكعبة أول من بناها كانت الملائكة، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن بيت المقدس بني بعد الكعبة بأربعين، وما قال صلى الله عليه وسلم من الذي بناه ومن الذي، وهذه الأربعين كم أربعين، أربعين سنة، أربعين قرن، أربعين شهر، ولكن أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه بني بعدها بأربعين. فكلام أهل العلم أن بيت المقدس أول من بناه هم الملائكة أيضا، وكلام آخر أن الذي بنى بيت المقدس هو سيدنا آدم وذريته، وبعض أبنائه اشترك مع سيدنا آدم في بناء بيت المقدس، هذا هو البناء الأول. سيدنا إبراهيم بعدما الكعبة انهدمت في طوفان سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى هذا الوادي غير ذي زرع، وأعلمه الله عز وجل بقواعد البيت، بمعنى أن الكعبة لما انهدمت انهدم الجدران وبقيت القواعد التي وضعتها الملائكة، فقال سيدنا إبراهيم بالبناء فوق هذه القواعد، فقال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد موجودة وهو يرفع البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هو وابنه يبنون البيت ويسألون الله عز وجل أن يتقبل منهم وهم يبنون بناء هو أشرف ما على الأرض. فكان احتفالهم بالبناء بأن يسألوا الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يجعل من ذريتهم ذرية طائعة مؤمنة تعظم هذا البيت وتحج إلى هذا البيت. كمثل ذلك عرف الله عز وجل في بعض الروايات إبراهيم عليه السلام مكان بيت المقدس، فكان من الذي جدد بناءه، يعني البيت موجود وبناه إما الملائكة أو آدم، وموضعه محدد معروف، فجدده إبراهيم عليه السلام. ثم بعد إبراهيم عليه السلام جاء سليمان ابن داود عليهم جميعا الصلاة والسلام، فبنى بيت المقدس في هذا الموضع الذي حددته الله عز وجل للملائكة ولآدم ولإبراهيم، فأعاد رفع هذا البيت وأعمره مرة أخرى. وسيدنا سليمان بعدما فرغ من بناء البيت يخبر صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الحاكم أن سليمان بعدما فرغ من بناء البيت دعا الله عز وجل ثلاث دعوات. نقرأ هذا الحديث بدقة.
فقال الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا، احتفالا وتعظيما بهذا الإنجاز البشري أنه يبني بيتا لله عز وجل، بيت هو ثاني بيت بعد الكعبة، فسأل الله عز وجل احتفالا بذلك ثلاث أسئلة أو ثلاث أدعية. الدعاء الأول طلب من الله حكما يصادف حكمه، يعني يكون قويا في الاجتهاد في الشريعة فتأتي أحكامه موافقة لمراد الله عز وجل. والطلب الثاني أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ليكون آية على نبوته وليكون عبادة لله عز وجل بإقامة الحكم بالطاعة. وهذا فيه جواز طلب الملك طالما أن هذا الملك يطلب لصلاح حال المسلمين. أما الدعوة الثالثة وهي محل الشاهد، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا يأتي أحد إلى هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما معنى هذه الكلمة في لفظ واحد؟ لا يعني الجملة دي خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هات لي كلمة واحدة تغني عن ذلك. نعم أيوة، أقول كلمة واحدة إيه؟ مقدس. إحنا مش قلنا المكان المقدس الذي يحصل فيه التطهير؟ فهذا هذه دعوة سيدنا سليمان أنه لا يأتي أحد إلى المسجد الأقصى يريد أن يصلي، لا يريد إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي طهره الله من الذنوب فصار مقدسا. عرفنا يعني إيه الكلام ده؟ تمام. فهذه دعوة سيدنا سليمان حين أتم البيت أو أتم المسجد. المسجد له اسم آخر اسمه المسجد الأقصى. الأقصى يعني البعيد. البعيد عن إيه؟ البعيد عن الكعبة. ففي مسجد ومسجد بعيد، هو دي المساجد التي بدأت بها الأرض، المسجد الحرام والمسجد الأبعد من المسجد الحرام، هذه معنى كلمة المسجد الأقصى وهو بيت المقدس. نعم. بعد بناء سليمان عليه السلام، طب واحد هيقول لي ما انت كده بتقر لليهود بحقهم في الهيكل وهم بيطالبوا ببناء بناء سليمان مرة أخرى. احنا بدأنا بإيه؟ سيدنا سليمان كان مسلم، فأسلم يكن لك حق البقاء في المسجد ككل المسلمين. ربما تتقدم فتصلي إماما في المسجد الأقصى ويصلي المؤمنون خلفك، تمام يا إخواني؟ فهذا حق ليس لقبائل العرب ولا لفلان أو علان أو للفلسطينيين، هذا حق للمسلمين. قل لا إله إلا الله وصلي بنا إماما في المسجد الأقصى. نعم. المسجد الأقصى ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، وربط البراق. البراق دابة يعني جاء بها جبريل عليه السلام، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، وربطها في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء في غرب المسجد الأقصى عند مكان اليوم يسمى حائط البراق. حائط البراق سمي حائط البراق لأنه الموضع الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم البراق، لا يتكلم أحد فيقول حائط المبكى. حائط المبكى ده كلامهم بكذبهم، ويزعمون أن هذا السور من بقايا بناء سليمان عليه السلام. سنذكر من الذي بنى هذا السور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط البراق في مكان اللي هو اليوم حائط البراق، وصلى بالمسلمين في المسجد الأقصى، وعرج به من فوق الصخرة. أين هذه الصخرة؟ ها؟ أين هذه الصخرة؟ ها؟ ما صفة مسجد الصخرة؟ شكله إيه؟ لونه إيه؟ لون قبته إيه؟ ها؟ أيوة، هو ده مسجد الصخرة. هذا ليس المسجد الأقصى. المسجد السداسي اللي قبته لونها ذهبية
تحته تل جبل كده صخري يغطي، يعني ليس هذا المسجد أرض منبسطة تفتح تلاقي مسجد زي المساجد، لا، إذا دخلت هذا الباب تجد صخرة، الناس تصلي تحت الصخرة أو حولها، لكن لا يوجد أرض مسطحة. بنى هذه الصخرة هذا المسجد، مسجد الصخرة، بناه عبد الملك بن مروان. أما ما هو بقى المسجد الأقصى، هذه الصخرة بعدها في الجهة الجنوبية مسجد له قبة سوداء أو رصاصية، هذه اسمها، هذا اسمه المصلى المرواني، هذا هو المكان الذي يصلي فيه الإمام، وهذا هو مكان الصلاة في المسجد الأقصى، بمعنى أن المسجد الأقصى داخل هذا المستطيل الكبير، كل ما هو داخل هذا المستطيل اسمه المسجد الأقصى. أين يقف الإمام؟ يقف الإمام في المصلى المرواني. النبي عليه الصلاة والسلام ربط البراق في عند المنطقة التي صارت بعد ذلك حائط البراق، وصلى بالمسلمين بالأنبياء، ثم عرج به من فوق الصخرة، الصخرة التي هي الآن مغطاة، وضحت؟ ثم لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى مسجد اسمه المصلى العمري، المصلى العمري مباشرة تحت المصلى المرواني، يعني في سلم جانبي تنزل تحت المصلى العمري موجود إلى الآن، ولكن لأنه ضيق بنى عبد الملك بن مروان المصلى الأكبر فوقه، وصار له قبة رمادية وصار اسمه المصلى المرواني. شوف كلمة إيه، المصلى يعني المكان الذي يصلي الناس فيه من المسجد، لكن أين المسجد يبدأ؟ كل ما هو داخل السور اسمه المسجد. يوجد داخل هذا السور العديد من المدارس، الأسبلة، أماكن إقامة طلاب العلم، كل أسبلة يعني مكان الناس تشرب منها الماء، وأوقاف وكذا، كل ذلك داخل السور، كل ما داخل السور اسمه المسجد الأقصى. مثال للتوضيح، الكعبة كانت كعبة وحواليها بيوت، البيوت دي كان بيت حسن وأحمد ومحمود، تمام؟ ثم تم شراء هذه البيوت وأقيم بناء حول الكعبة، فأصبح هذا البناء كله اسمه المسجد الحرام. هدم هذا البناء وتم توسعته، توسعة أولى وثانية وثالثة إلى التوسعة التي نراها اليوم. مكان هذه التوسعة كان جبل أو كان بيوت أو كان كذا وكذا، تمام؟ لكن المسجد أصبح مكانه فين؟ كل ما داخل البناء اسمه مسجد، ولا فقط عند المطاف حوالين الكعبة هو اللي اسمه مسجد، كل ده اسمه مسجد. فهذه الأرض التي تم إحاطتها بهذا السور كلها اسمها المسجد، والذي بنى هذا السور، هذا السور بني على مراحل، الحدود واضحة ومحددة، ولكن السور كأي بناء يبني البشر يحصل حريق، يحصل هدم زلزال، فيجدده الأمراء والملوك. بوابات أو بعض هذه البوابات بناها العثمانيين، هناك بوابة بناها العثمانيين، عبد الملك بن مروان بنى الجزء الذي يسميه الناس الآن حائط البراق، والذي يسميه اليهود المبكى، تمام؟ وفي الثلاثينات حصلت ثورة في القدس استمرت عدة سنوات، لأن اليهود زعموا أن هذا الجزء خاص بهم وهذا جزء من هيكل سليمان، فاجتمعت لجان دولية يعني ليس فيها المسلمين، مش محاكم شرعية مسلمة، هذه الاجتماعات الدولية اجتمعت وبحثت في الوثائق التي قدمها المسلمون واليهود ليحكموا حكما وضعيا، مش حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي معروف، حكما وضعيا أن هذا الجدار ليس لليهود فيه أي حق إطلاقا، وهو ملك لوقف المسجد الأقصى، وهو جزء من سور المسجد الأقصى. وضحت يا إخواني؟ طيب سؤال أخير، هذه الساحة التي أمام ما يسمى بحائط المبكى اللي بيصلي فيها اليهود، الساحة دي عمرها كم سنة؟ إخواننا لازم تسمعوا وتقروا عن تاريخ القدس، هذه بيتنا، هذا بيتنا، كما أنك تهتدي إلى بيتك حتى وإن غبت عنه فلابد أن تهتدي إلى المسجد الأقصى. هذا كان يسمى حي المغاربة، جنود أتوا ليعاضدوا قتال صلاح الدين ضد عليه السلام، ضد الصليبيين،
فبعد انتهاء المعركة ورجوع مسجد الأقصى إلى المسلمين أسكنهم صلاح الدين في الجهة الغربية من المسجد، وكان حي يسمى حي المغاربة، وكان هناك ممر عرضه حوالي 120 سنتي بين حي المغاربة وهذا الجدار. أي لقطة قديمة اكتب حي المغاربة القدس يطلع لك لقطات في الانترنت، هتجد ان هذا الجدار بينه وبين الحي حوالي 120 سنتي. أزيل هذا الحي يوم 6/6/67، تاني يوم من بداية معركة النكسة أزيل هذا الحي لتقام هذه الساحة الواسعة ليزعم اليهود أنها جزء من الهيكل ويصلون فيها. فعمر هذا المسجد وبناه آدم ثم والملائكة، سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا سليمان عليه السلام وعمر بن الخطاب والأمويين والعثمانيين، كل هؤلاء تعاقبوا على عمارة المسجد الأقصى. بقي حديث آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول فضل مسجد الأقصى. الفضل الأول أن سيدنا سليمان حينما دعا أن لا يأتي أحد فيه فيصلي لا يريد إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي هو مسجد يطهر الإنسان من ذنوبه. فقال صلى الله عليه وسلم: فآتاه الله الأولى والثانية ولعله أن يؤتى الثالثة. ولعله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي الخطاب الشرعي تفيد الجزم، أي أوتي الثالثة. وبالفعل من خرج للصلاة في المسجد الأقصى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وجدهم يتذاكرون. لاحظوا في حياة النبي ما كانت مسجد الأقصى أو الشام فتحت، فوجد أصحابه يتذاكرون أمر الصلاة في المسجد الأقصى ويتساءلون أيهم أفضل عند الله، المسجد الأقصى أم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن الصحابة كانوا يعلمون فضل المسجد الأقصى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نعم، أيوة بقى، كيف وصل بهم الحال؟ ما الذي جعلهم يقارنوه بالمسجد النبوي؟ ها؟ تفضل. القبلة الأولى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يصلي في مكة كان يصلي ويجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى، تمام؟ فلما ذهب أو هاجر إلى المدينة صارت الكعبة في ظهره ووجهه إلى المسجد الأقصى، فكان ينظر في السماء فيقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل وأصحابه نحو 17 شهرا يصلون إلى القبلة، لأنها كانت قبل الكعبة هي قبلة الأنبياء وقبلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى يصلون إلى المسجد الأقصى. فالله عز وجل جعل المسلمين يصلون طويلا فترة 17 شهرا إلى المسجد الأقصى ليركز في المسلمين أنهم أحق بهذا البيت، ولكن الله عز وجل اختار للمسلمين بيتا أفضل منه هو المسجد الحرام. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيظل المسلمين بعد ذلك يتذكرون قبلتهم الأولى، فلذلك أخذوا في المقارنة أيهم أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم قائلا: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. ونعلم أن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بكم صلاة؟ 1000 صلاة، يعني الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، في روايات أخرى أنه 500 صلاة. فهي ليست كصلاة في أي مكان في الأرض. بعض الجهلاء يقول: إيه مشكلة المسجد الأقصى؟ أي مسجد في أوغندا أحسن منه؟ فهذا يعني يقول من جهله، وهذا حسن الظن فيه أنه يقول من جهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو.
ولا كلمة ولا نعمة يعني ما أفضله، ما أعظمه، ما أطهره من مصلى، هو أرض المحشر والمنشر. البشر حين تقوم الساعة تخرج نار من قعر اليمن كما ثبت في الأحاديث، فهذه النار تنتشر في الأرض يمينا وشمالا شرقا وغربا، فتجمع الناس إلى أرض المحشر، تقيل معهم حيث يقيلون. البشر حين يسيرون إلى أرض الحشر في أرض الشام عند المسجد الأقصى يسيرون، منهم من يركب دابة ومنهم من يسير على رجلي، وهذه النار تدفعهم كما يدفع الراعي القطيع إلى أرض المحشر، هذه الأرض التي يبدأ منها أو يحشر الناس إليها، ثم تأتي الصاعقة فيموت الناس، ثم ينشر الناس منها ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يومئذ، ونفخ في الصور منين بقى هيقوم الناس؟ هيقومون من أرض المنشر، النشور، القيام إلى الحساب والجزاء. تفضل. هو داخل السوق ويسمى مسجد. نعم. لماذا قال فيه مصلى ولم يقل فيه مسجد؟ أنا ما فهمت جيدا. لماذا قلنا لماذا نسمي المكان كله مسجد؟ لا. المكان. أنت بالحديث قلت قبل قليل أنه لنعم مصلى هو. نعم. لماذا لم يقل هنا لنعم المسجد هو؟ هو يقصد المسجد الأقصى. لا أعرف. لكن أنا عايز أفرق لك. كل ما يسمى مسجد له أحكام خاصة غير الأرض كلها. لا أنا سؤالي كان بسبب نقطة واحدة، أنه أنا أيضا كنت لا أعلمها، فربطت النقطة الأولى بالثانية، وهي الأولى أنك قبل قليل قلت أن المسجد الأقصى كل ما هو داخل السور نسميه مسجد. هذا المصلى المروالي لأنه مكان يصلى فيه، يصلي فيه. لحظة. حاضر حاضر. ما يسمى مسجد ما أوقف للمسجد يسمى مسجد، كونه بقى بيصلى فيه أو لا يصلى فيه، ممكن بعض المساجد، وفي المسجد الأقصى جزء منه مزروع زيتون، يعني ما فيش الناس بتصلي في وسط الزيتون، لكن هذا الزيتون مزروع فين؟ داخل المسجد، واخد بالك؟ لكن الناس أين تصلي اليوم؟ اللي سمى المصلى المرواني مصلى مين؟ إحنا، مش اثر نبوي ان المصلى المرواني او المصلى العمري اسم المصلى، احنا سميناه الحته دي عشان بنصلي فيها، لكن النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان كل هذا، والله عز وجل قال الى المسجد الاقصى. وضحت حدود المسجد ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ولا نعم المصلى هو، مش قصده المصلى المرواني. نعم نعم، جزاكم الله خير. فهذا المسجد عرف الصحابة فضله وتناقشوا، حتى أفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة فيه تعدل، أو صلاة في المسجد النبوي تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى، ولا نعم المصلى هو، وهو أرض المحشر والمنشر. ثم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمارة من أمارات الساعة فيقول ولا يوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه المسجد الأقصى خير من الدنيا جميعا. شطن الفرس حبل، الحبل الذي يوضع في عنق الفرس أو في رأس الفرس اسمه شطن الفرس، وفي رواية أخرى الصوت الذي يعني يضرب به الإنسان الدابة. يوشك أن يكون، لا أقول متر مربع، متر طولي، عارفين الفرق طبعا، المتر المربع ده مساحة، المتر الطولي ده طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب بمثال هذا الحبل، أن يكون لك مساحة تقيم فيها مثل هذا الحبل الضيق، ترى منها المسجد الأقصى خير من الدنيا وما فيها. هذا يحمل معنى مهم، أن المسجد الأقصى سيضيق بالمسلمين ذات يوم، وأن الحال سيتبدل،
وأنه لن يكون ميسرا للمسلمين أن يصلوا إلى هذا المسجد الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، مسجدي ومسجد مكة ومسجد بيت المقدس. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن تبدل حال المسلمين وغربة الإسلام داخل الأرض التي تطل على المسجد. وما قال صلى الله عليه وسلم أنك تسكن بجوار المسجد، قال فقط ترى منه المسجد، يعني لو على بعد عدة كيلومترات عندك حتة متر تقف فيها وترى المسجد يكون هذا خير لك من الدنيا وما فيها. يا إخواني، هذا نوع من ضبط الموازين. كيف نقيس النجاح والفلاح والمكسب العظيم؟ نقيسه بمقياس الآخرة. عندما يكون لك عدة سنتيمترات تقف فيها فترى المسجد خير من أن يكون لك الدنيا جميعا كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأرض يخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستكون أرض صراع وأرض الملاحم، الملحمة الكبرى حينما يكون على رأس المسلمين عيسى بن مريم عليه السلام ومن حوله بقية المؤمنين، وعلى رأس الكفار واليهود والصهاينة الدجال المسيح الدجال، ستكون هذه الملحمة في بيت المقدس. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عيسى بن مريم ينزل عند المنارة الشرقية عند باب لد في دمشق، المنارة الشرقية موجودة اليوم، ثم ينزل عند المنارة الشرقية فيأتي وقد أقيمت الصلاة في بيت المقدس، فيريدون أن يتأخر الإمام، يريد أن يتأخر الإمام في هذه اللحظة، هو المهدي يريد أن يتأخر ليقدم عيسى عليه السلام في الصلاة، فيقول عيسى عليه السلام بعضكم لبعض إمام، تكرمة الله لهذه الأمة، أي أنني ما جئت نبيا جديدا لأكون إماما، ولكن أصلي خلف مأموم، أصلي مأموما خلف إمام من هذه الأمة، فهو ليس نبي في هذه اللحظة. فهذه الملاحم، كلمة، ما معنى كلمة ملحمة؟ هنعرف كلمة معركة. الملاحم هي المعارك الكبرى، أرض الملاحم ستكون في حول بيت المقدس في هذه الأرض. فما نراه اليوم بإذن الله مقدمة لهذه الملاحم. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، وأن يقر أعيننا بقيام دولة التوحيد والإسلام في هذه الأرض وعلى كل أرض المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. هل هناك أي أسئلة؟ نعم تفضل. سيدنا قلت أن المسجد الأقصى هو القبلة الأولى، نعم، ولكن في خلال 40 سنة خلال بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى أين كانت قبلة المسلمين؟ إذا كان الملائكة هي التي بنتها ما كانش لسه في مسلمين، ما أعلم والله. نعم، يعني إحنا قلنا أن بناء المسجد الأقصى كان بعد الحرام، مسجد الحرام بأربعين سنة. هل بناء الملائكة أو بناء آدم؟ قولين. الصلاة كانت لأي اتجاه وقتها؟ الله أعلم. نعم، ليس الأمم السابقة، الأمم السابقة بتصلي إلى المسجد الأقصى إلى اليوم. النهاية أقصد من قبلتنا إحنا الأولى قبل المسجد الحرام لأن تحولنا يعني. بس جزاكم الله. في أسئلة تانية يا إخواني؟ الأخوات ما فيش أي أسئلة؟ رجاء الأخير، حاضر، رجاء الأخير. ما كون الإنسان يجهل فهذا ليس عيب، ولكن العيب أن يرضى بجهله، وإنما العلم بالتعلم. فأنا أدعو حضراتكم من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أن تنهضوا إلى تكوين القوة العلمية. اعلموا ما حق هذا المسجد علينا، وما حق هذه الأرض علينا، وما سبب هذا الصراع. هذا يجب علينا اليوم وجوبا عينيا. لا ينبغي للمسلم أن يعتقد أو يظن أن المسجد الأقصى هو مسجد السلام مثل المسجد الذي في شارعنا. هذا أحد المساجد الثلاثة على مستوى الدنيا كلها. فالتقصير في طلب العلم تقصير ربما الإنسان يأثم عنه. تفضل السؤال، تفضل. الحاضر تحدث عن مسجد الأقصى. عن ايه؟ مسجد الأقصى. نعم. الآن في الصراع القائم بين دولة الاحتلال والمسلمين تركيا في حماس أو فلسطين، لو الحديث فقط خص
يسوف في المسجد الأقصى، فلو جاء مثلا غدا دولة الحمال تكون خلاص احنا ما بدنا المسجد الأقصى. خذوا المسجد الأقصى خذوا القدس، احنا بس بدنا غزة ونسكن هنا خلاص. هل الدال قضية لا السؤال ده النهارده مخصص ليه محاضره لوحدها. ما دورنا في الجهاد؟ واخد بالك القضيه ليس اولا اليهود لن يقولوا ذلك ابدا، لان هذا هو حجر الزاويه في فكره اقامه الدوله الصهيونيه. فهو لو اقر بانه ليس صاحب حق في المسجد الاقصى يبقى دوله اسرائيل دي كلها اساسها انهار. فهو معركته كلها كيف يحافظ ويسيطر على المسجد الأقصى. طيب لنا لقاء آخر، محاضرة أخرى إن شاء الله سيكون عن دورنا في الجهاد، نؤجل الأسئلة ليها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.